بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فمحط نظر الرب هو القلب. فانظر يا عبد الله وتأمل، محط نظر الرب هو القلب. إن البشر ينظرون إلى شماغك، إلى ثوبك، يشتمون رائحة عطورك، لكن الله عز وجل ينظر إلى قلبك. ماذا في هذا القلب؟ إن أمر الظاهر مهم، لكنه ليس بأهم من الباطن، لأن الأصل أن يصلح الباطن فيصلح الظاهر. فلنعطي من اجتهادنا ومن أوقاتنا ومن فكرنا ومن همومنا لبواطننا ولقلوبنا وإصلاحها واستصلاحها. لذلك إذا أردنا صلاح الباطن فلا بد من خلوة مع الذي يعلم حال الباطن، مع الله عز وجل. لأن الإنسان وهو مشغول في دنياه نادرا ما يجد وقت يستطيع أن يصدق فيه ربه، فهو مشغول بالخلق ونظر الناس إليه. ومن لم تكن له خلوة في الدنيا مع الله عز وجل حرم من استصلاح قلبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم خلوات، بل إنه أمر بأن يخلو مع ربه. ولذلك كان من أوائل السور التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. رتل القرآن وتدبر وعش مع الله عز وجل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واجعل وقتك الذي تخلو به مع ربك هو الليل، حتى يكون في وقت ظلام بعيد عن الناس فينشغل بربه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما مشغولا بالله عز وجل في خلواته. أنا أسألك أنت يا أخي المسلم، هل لك خلوات مع الله عز وجل تلاحظ فيها قلبك وتفتش فيها عن صدق قلبك؟ إن الأعمال كثيرة، سواء من أمور الدين أو الدنيا. أحيانا قد يكون الإنسان مشغول بالدعوة أو بالعمل الصالح أو مشغول ببر والديه، فلا يجد وقتا أن يصدق الله عز وجل. فليتأمل في قلبه، هل دافعنا رضا الله عز وجل، أم دافعنا الشهوة، أم الشهرة، أم نريد الناس يعرفوا من نحن، أو يعرف أن تعلق أسماؤنا هنا وهناك؟ فلنتأمل ولنتدبر ولنقف مع أنفسنا وقفات صادقة، ولنخلو مع الله عز وجل، فإن هنالك خلوة طويلة في القبور. لن يكون معي ومعك أحد، سنبقى أنا وأنت فرادى في قبورنا. ولمن لم يكن متهيئا بأن تكون له خلوات مع الله عز وجل في الدنيا فقد تصعب عليه خلوته في القبر. فهيئ قلبك للقاء ربك، واستعن بالله أولا ولا تستعن بنفسك، وجاهد نفسك في خلواتك، فإن الخلوة صعبة على النفوس. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.